السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. أحب أرحب بحضراتكم وأشكركم على دعمكم للقناة، وأرجو لايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد من القناة. أما بالنسبة عن الخبر اللي معانا فهو حفل زفاف الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي. احتفل الفنان محمد فراج بعقد قرانه على بسنت شوقي الذي يقام في احد الفنادق الكبرى في القاهرة وسط عدد كبير من الاصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه. ونشر محمد فراج منذ قليل عبر حسابه بموقع الفيسبوك فيديو خلال وصلة رأس برفقة العروسة بسنت شوقي في حالة من البهجة والفرح بين الحاضرين. قصة حب محمد فراج وبسنت شوقي بدأت منذ 6 سنوات تقريبا وقت تعرفهما على بعض في أحد أعياد الميلاد، ثم التقى في بعد ذلك في لوكيشن تصوير مسلسل تحت السيطرة، ولم يكن الأمر معلنا حتى ظهورهم سويا على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي تحديدا في الدورة الثالثة والتي تم إعلان وقتها خطوبتهم، واليوم احتفلوا سويا بعقد القران. للفيديو واشتراك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.